ماذا سيحدث لدى السيد سين؟ من المتعذر بالتأكيد إعطاء تفصيلات التحليل النفسي الخاص بالسيد سين، ولا بد من مؤلف برمته لذلك. ولكن الأمر الأول الذي حدث كان تراجع إسقاطاته. انظر ما سيأتي في هذا الفصل تحت عنوان الإسقاطات الكبرى. إنه حادث يتصف بالأهمية الكبرى، حادث ظهر منذ أن أصبح السيد سين يشعر أن رؤساءه كانوا يمثلون الأب، أي السلطان المطلق الذي يتمتع بجميع السلطات ويستطيع أن يقبل أو ينبذ، يؤنب أو يصفح، يهنئ أو يشتم. والسيد سين ينكر العالم من أجل كلمة طيبة من رؤسائه. انظر الحالة ذاتها فيما سيأتي. كان ثمة إذن هنا ضرب من المازوخية العميقة، ومن الخضوع الكامل، ومن المجاملة المفرطة التي تزدوج بسادية تتجلى بضرب من القسوة التي تتصف بالاحتقار إزاء مرؤوسيه. ولكن لننظر إلى تخطيطية سلوك سين الراهن ولنوازنه بماضيه. السيد سين أمام أبيه، إعجاب وخضوع أمام أب رفع إلى منزلة الإله، التجرد من الرجولة بسبب موقف الأب، بغض لأبيه، أي بغض مكبوت، خوف من أبيه، رغبة في أن يكون فحلاً وجميلاً كأبيه، وأن تكون له انتصارات أبيه، رغبة في أن يكون له عضو جنسي، أي رغبة لا شعورية، فحل وكبير وقوي مثل عضو أبيه، شأنه في ذلك شأن مراهق، أبوه محب للمبارزة، يتمنى أن يحوز على سيف كبير مثل سيف أبيه، كيما يكون نداً لأبيه في المعركة ثم يتجاوزه، تعذر أن يكون رجلاً أنوثة. السيد سين أمام رؤسائه وأمام الحياة، أن يكون مستخدماً فائق الكمال بذل كل مجهود لتجنب التأنيب، خضوع كلي ومجاملة مغالية، كونه كصبي صغير عاقل جداً يبدي إعجابه تجاه رؤسائه، أي في حضورهم على الأقل، بغض مكبوت لرؤسائه ولكل سلطة، نقد حقود لرؤسائه في غيابهم، خوف من كل شيء، من جميع الرجال والنساء، شعور عميق بالإخفاق، حاجة لا شعورية إلى الإخفاق وإلى الانتحار، جنسية مثلية كامنة، ضروب من الغزل مع جميع النساء، وساوس وانحرافات جنسية، رغبة في أن يكون دونجوانا ينتقل من امرأة إلى أخرى. ونرى إذن أنه كان لابد للسيد سين انطلاقا من ذكريات الطفولة أن يحتاز الشعور بحالته الداخلية الراهنة، الأمر الذي تم بالتدريج، ولنكرر مرة أخرى من خلال الصعوبات التي يمكن للمرء أن يخمنها. الأرباح في الطاقة. وقبل أن نستمر في فحص ذكريات الطفولة لنرى ما يبدو بسرعة من خلال التحليل، تراجع الإسقاطات، فلا بد إذن من تحديد المقصود بالإسقاط، ثم نرى لماذا يحرر غالبا هذا التراجع. تراجع الإسقاطات طاقة كبيرة. الإسقاط. الإسقاط إحدى آليات الأكثر أولوية لدى الموجود الإنساني. يضاف إلى هذا أن روائز الإسقاط معروفة، فنقدم إلى طفل أو إلى مراهق رسوما عليه أن ينجزها، وأشياء عليه أن يضعها بحسب إلهامه ومخيلته، وجملا عليه أن يكملها إلى آخره، ونطلب إليه أن يفسر رسوما تمثل أوضاعا إنسانية يمكن التعبير عنها بأساليب متعددة إلى آخره. فكل شخص يتصرف إذن على طريقته ويسقط عواطفه وانفعالاته وضروب أسفه ومشكلاته وأفراحه في الإنجاز المطلوب. والعمل الفني من جهة أخرى إسقاط روح الفنان العميقة في 9 حالات من 10، ولكن الإسقاط يتحقق أيضا على نحو مختلف، فهذا شخص عدواني بعمق ينسب إلى الآخرين جميعهم عواطفه الخاصة، فهو يعتقد عندئذ أن الآخرين عدوانيون. كذلك فإن شخصا طيبا في حقيقته لا يمكن أن يتصور الغير عدوانيا أو نماما إلى آخره، أو إن رجلا يكره أمه بصورة لا شعورية قد يكره جميع النساء اللواتي يسقط عليهن أمه إلى آخره. والإنسان في الإسقاط شبيه بمن ينير الخارج بمنارة أشعتها عواطفه الخاصة، ونحن نعلم إلى أي حد يتصف البحث عن الدافعيات العميقة لأفعالنا ومقاصدنا بأنه ذو أهمية، وكل دافعياتنا صحيحة أو مزيفة، ولكن علينا أن لا ننسى أن المرض السيكولوجي يستند إلى دافعيات مزيفة ما دامت البواعث التي يتخذها لنفسه لا تطابق على الإطلاق ما يحدث في الأعماق.
وعندما نحاول أن نشرح أفعال الغير ومقاصده من خلال دفاعياتنا الخاصة، فليس ثمة شيء يتصف بأنه صحيح في حال وجود دافعيات مزيفة، وعندئذ نلاحظ الغير من خلال ذاتنا، ولكن من خلال ذات مشوهة أو مريضة. وهكذا فإننا على الغير نسقط التفسير الذي نعطيه لأعمالنا الخاصة، ونفسر بالفعل ذاته أعمال الآخرين ومقاصدهم تفسيرا خاطئا، ويرى المرء إلى أين يمكن أن يقود ذلك، وحسبه أن ينظر حوله إلى جميع أمثلة التعاطف والنفور والمودة والكره إلى آخره، ليدرك أن هذه الأمثلة في 9 حالات من 10 ليست غير مجموعة من الإسقاطات لكل شخص من الأشخاص المعنيين، هي إسقاطات تتصف بأنها أشد خطراً بمقدار ما هي لا شعورية. إسقاط شائع. الكره هو الحال الأكثر تكراراً في الحياة اليومية، فإما أن شخصاً يعاني كرهاً يمكن له أن يصوغه قليلاً أو كثيراً لشخص آخر، والحال أنه لا يفعل على الغالب سوى أنه يسقط ظله، أي يعتقد أنه يكتشف في الآخر جزءاً من ذاته مكبوتاً ومكروهاً على الغالب، فهو إذن إنما يكره ذاته، ولكن من خلال الآخر الذي يتحمل النتائج بالتأكيد. وإما أن شخصاً حقوداً يسقط كرهه على الآخرين الذين ينسب إليهم العواطف ذاتها، وذلك يتيح له أول الأمر أن يعتقد نفسه أنه طاهر الذيل، ولكنه يتيح له أن يدافع عن نفسه ضد كره الآخرين المزعوم، وعندئذ إنما تولد الرسائل المغلفة والمقاصد المبطنة والافتراءات إلى آخره. إسقاط العصاب. وإذا مضينا إلى ما هو أبعد، فإن شخصاً مصاباً بالعصاب يسقط على الآخرين مظاهر عصابه، وسيغزو إلى هذا الشخص أو ذاك صفات أو عيوباً لا وجود لها. إن شخصاً على سبيل المثال مصاباً بالخوف ويشعر دائماً بأنه مخطئ، يعتقد أن العالم بأسره معادل له، وأن كل فرد يخاصمه، ولو أن الآخرين حياديين أو تافهين أو حمقى، وعندئذ يبحث بكل الوسائل عن أن يكون موضع الصفح والقبول والحب، سواء صدر ذلك عن الله أم عن صاحب البقالة الذي يتعامل معه. ويفضي الإسقاط في مجال الطب النفسي إلى بعض الهلوسات. إن شخصاً يعاني من هذيان الاضطهاد يسمع أصواتاً تهدده، ويؤكد أن ثمة أدوات تنصت مخبأة عنده، وأن ثمة من يلتقط أفكاره إلى آخره، أو إن بعض النساء غير المرتويات جنسياً يتحررن من وضع لا يحتمل، وذلك بإسقاطه على الغير، وعندئذ يختلقن دروباً من الاضطهاد الغرامي هن موضوعه ويعتقدن به. إليكم أمثلة أخرى من الإسقاط. ها هو سائق سيارة، إنه يوم الأحد، فالرجل يلمع سيارته ويزينها، أو راكب دراجة نارية يلمع دراجته ويزينها، ويحس المرء أنه لا يترك بأي ثمن لأي شخص كان أمر أن ينظف بالخرقة، عشقاً، هيكل سيارة أصبح ناعماً نعومة جلد امرأة. ماذا يحدث في الغالب؟ إنه يسقط نفسه على سيارته، يداعب الصفائح الحديدية المصقولة، وهذه هي النرجسية، بل إنها الشبقية الذاتية وبديل العادة السرية. سائق السيارة الذي تجاوزه سائق آخر. كثير من السائقين يحبون أنفسهم إذن حين يحبون سيارتهم بطريقة قوية من الناحية الطفالية، ولكن سيارة الواحد منهم تصبح في هذه الشروط سلاحاً يجعل جسمه يمتد كخنجر أو سيف أو عضو ذكر عدواني. إليكم ملاحظة سائق سيارة. كانت امرأة صبية قد تجاوزتني بسيارتها وأصابتني هبة من الغضب، واستولت علي رغبة حانقة في أن أدخل فيها. فلنفحص ذلك. ألف، يوحد سائق السيارة بين المرأة الصبية وبين السيارة التي تقودها. باء، هذا السائق يسقط هنا أيضاً جسمه على سيارته، إنه إذن هو الذي تم تجاوزه وليست سيارته. جيم، الذكر المهان يعاني العدوانية. دال، يرغب في أن يدخل فيها، وترجمة ذلك أن يغتصب المرأة، فما السبب؟ هاء، السيارة شيء يثقب الهواء وينفذ إليه، إنها ترمز هنا إلى العضو الجنسي المذكر. واو، إنه يعاني الرغبة الحانقة في أن يدخل سيارته أي جسمه عضوه المذكر بسيارة المرأة الصبية التي ترمز إلى جسم هذه المرأة. يقول أحد الرجال:
وقفت بسيارتي عند ممر للمشاة، وأخذ سائق السيارة الذي كان خلفي يستعمل رموز السيارة حنقاً، واستمر توقفي لأترك المشاة يمرون، والتفت خلفي، فرأيت الآخر هائجاً كشيطان وراء زجاجه، ولم يكن منظراً تلذ للمرء رؤيته، واستأنفت سيري، وانطلق الآخر مسرعاً كأنه مجنون، ومس سيارتي مسا خفيفا وتجاوزني بسرعة قصوى في الشارع الضيق معرضا نفسه إلى 3 حوادث. ونجد الإسقاطات نفسها هنا مجددا، فثمة سائق السيارة الحانق أي جسمه الخاص المسلح بكل قوة السيارة، وهو يتمنى لا شعوريا أن يخترق بسيارته المحدبة جسم خصمه أي السيارة، ولكن الأخلاق والشرطي على وجه الخصوص يعارضان ذلك، إنه إذا سيقتله رمزيا، وبدلا من أن يخترقه من جانب إلى آخر فإنه يتجاوزه بأقصى سرعة ويخترقه جانبيا، ولكن أقرب ما يمكن أن يمسه. ولنقل إن هذا السائق الحانق ارتكب من الناحية اللاشعورية والرمزية جريمة قتل. المسدسات، ها هو مثال آخر شائع جدا. ثمة عدد من المراهقين والراشدين الذين ظلوا طفاليين لا يشعرون بالقوة والرجولة والاستطاعة إلا إذا كان في جيب الواحد منهم مسدس من المسدسات. فما السبب؟ المسدس في الجيب يرمز إلى العضو الجنسي المذكر في هذا المجال أيضاً، والمسدس يتصف بأنه نافذ وثاقب، أو على الأقل الرصاصة التي يقذفها، وهو فضلاً عن ذلك رمز عدوانية مرضية بالتأكيد. وعلى هذا النحو يشعر كثير من المراهقين والمسدس في الجيب بالفحولة، فالمسدس يصبح إسقاط العضو الجنسي المذكر القوي الذي يتمنون حيازته، والذي يرمز بدوره إلى الفحولة المذكورة والعدوانية بالتأكيد. عمل طيب مزيف. قد يعتقد المرء للوهلة الأولى أنه إزاء عمل تم إنجازه لبواعث غيرية، في حين أن السيد سين محلف في محكمة الاستئناف إنه في أثناء المذاكرة يستعمل جميع الوسائل لينقذ القاتل، فهو يرافع ويبسط البواعث ويظهر طاقة وطيبة تبدوان فوق كل مديح، ويربح السيد سين بقناعته وبلاغته جزءا كبيرا من المناقشات. والحال أن السيد سين يتصف في قرارة ذاته بأنه متمرد قبليا ضد كل صورة من صور السلطان، فهو متمرد ضد أبيه وضد كل ما يذكره بالأب، وإذن ضد هيئة القضاء والقوانين والمدونات ورجال الشرطة والمجتمع بصورة عامة، ولا يرضى إلا عندما يستطيع أن يضحك هازئا من كل ما يعيق الحرية، الأمر الذي ليس إذن سوى ضرب من إسقاط عواطفه إزاء أبيه. وهذا هو ما فعل، إنه لم يرافع لمصلحة المتهم، بل حاول أن يثأر من المجتمع من خلال المتهم، وتحرير هذا المتهم كان يمثل بالنسبة إليه إذن ثأراً شخصياً عميقاً. وها هو مرة أخرى أيضاً إسقاط يقودنا بعيداً عن الموضوعية، ولو أن البواعث تبدو من الدرجة الأولى في القيمة والنتائج رائعة. وهكذا دواليك، ويمكن للمرء كما رأينا أن يكون مع الصياد الذي يخالف اللوائح ضد رجل الشرطة، لأنه يسقط على الصياد ضربا من العداوة للسلطان، ويمكن له أن يكون مع رجل الشرطة ضد الصياد الذي يخالف اللوائح، لأنه يسقط ضربا من الخوف من الحرية، أو لأنه يسقط ضربا من التصلب الداخلي الناجم عن الأنا العليا. ويمكن بالتأكيد أن نذكر عددا لا يحصى من الحالات تقودنا جميعها صوب السؤال نفسه: ما الذي يتصف بأنه موضوعي؟ وما الذي يتصف بأنه أصيل؟ وهدف العمل للمحلل في الأعماق هو على وجه الضبط تجديد الموضوعية والأصالة، وسنرى من جهة أخرى كم تتصف المرحلة التي فيها يكف المريض عن إسقاط عواطفه الداخلية الخاصة بأنها ذات أهمية، أي تراجع الإسقاطات، التي سنبحثها تحت عنوان رابعاً الطاقة المستردة. وهكذا يقضي عدد لا يحصى من الناس حياتهم مسقطين عواطفهم الخاصة على أصدقائهم وأعدائهم ورؤسائهم وزوجاتهم وأطفالهم إلى آخره، وهذا يعني أنهم قلما يرونهم كما هم، ويعني أيضا أنهم يعبرون الحياة في حلم عبثي. الإسقاطات الكبرى،
قد يسقط المرء في المطلق فكرة الأب أو الرئيس ويعتقد بوجود إله ناقم معاقب غضوب طيب غفور إلى آخره، ويعزو إليه بالاختصار مزايا وعيوبا ليست سوى إسقاط العواطف الإنسانية. ومن المحتمل لو أن سمكة حاولت أن تتصور إلها سمكة لرأته على صورة سمكة هائلة، أي إسقاط صورتها في عظمة المطلق مزودة بأجنحة تتيح لها أن تطير في السماء. بوصف السماء ترمز إلى الصعود والارتقاء وتغيير المستوى واللانهاية والأبدية إلى آخره. انظر فصل جواز سفر إلى اللانهاية. كذلك فإن بعض الأنماط الأولية، انظر فصل جواز سفر إلى اللانهاية، المنثورة في لا شعور جميع الناس من كل عرق وحضارة، يمكن إسقاطها بصورة رمزية متعددة. فالنمط الأولي للمنقذ على سبيل المثال يمكن إسقاطه على السيد المسيح وملاحي الصحون الطائرة وهتلر إلى آخره، أي على أشخاص رآهم هذا الفرد أو ذاك مهمتهم اقتلاع الناس من شقائهم وقيادتهم بصورة مستقيمة نحو جنات لا مشكلات فيها، وسأتكلم على ذلك فيما بعد. وأعتقد أن ما قدمناه من أمثلة في عداد أمثلة كثيرة ممكنة يتصف بالوضوح. الطاقة المستردة. أسوق إليكم كيف يفضي توقف بعض الإسقاطات، أي تراجع الإسقاطات، إلى تحرير الطاقة وبالتالي إلى تعزيز الشخصية وإلى استئصال جزء من الخوف. الأمر الذي يعني إذن أن بعض الإسقاطات تجمد بعض الطاقة وتضعف الشخصية. ولنتناول بالدراسة حالة سبق لنا أن رأيناها. حطمت رجولة السيد سين وشخصيته طفولة سادتها سيطرة أب مستبد. إنه شخص مخنث، فاقد الرجولة، مصاب بالحصر، خاضع لكل سلطان خضوعا يتصف بالحصر، فهو مخصي من الناحية النفسية. يعاني السيد سين إذن مشاعر الدونية والإثمية، مشاعر يسقطها على كل سلطان أيا كان هذا السلطان، فيصبح بالنسبة للسيد سين أبا شديد الخطر، خصاء مهددا يملك حق الحياة أو الموت. فلنرى السيد سين إزاء رئيسه في المكتب. من المؤكد أن السيد سين سيرى هذا الرئيس، وبخاصة إذا كان سلطويا أو يتظاهر باللطف، بصورة شديدة الخطر من خلال خوفه العميق، وبالتالي يصبح الرئيس هو أيضا أبا له كل السلطات على طفل أعزل مذعور. وبما أن السيد سين خائف فإنه يرى رئيسه في المكتب بمظهره الوحيد، مظهر الخطر. إنه يراه إذن بمظهر سلبي. يضاف إلى هذا أن السيد سين إنما يصلي عندما يصلي لله طلبا للغفران على وجه الخصوص، لأنه يعاني مشاعر الإثمية، وكذلك ليتكفل به. شأنه في ذلك دائما شأن الصبي صغير أمام أبيه أب، ثم إسقاطه في المطلق. ومن المؤكد أن السيد سين لا يثق بالله ولا بالناس على حد سواء. لماذا يجمد الإسقاط على الرئيس بعضا من الطاقة؟ لعدة أسباب واضحة جدا. فالسيد سين قبل كل شيء مصاب بالحصر دائما. إنه يخاف من رأي رئيسه ويخشى أدنى نقد وأوهى تقطيب في الجبين، ويجتر خلال ساعات لوما يوجهه رئيسه له. وما دام السيد سين يخاف فإن عليه أن يحتمي من خوفه، فهو يحاول أن ينال إعجاب رئيسه ويبين له كم يعمل جيدا، وإنه لا يسأم أبدا ويوافق على كل شيء ولو أنه يغتاض داخليا إلى آخره. إن السيد سين يحاول إذن أن لا يكون أبدا موضع لوم يوجهه رئيسه، بما أن لهذا اللوم انعكاسات مغالية تسبب الحصر والأرق والاجترار النفسي والغضب المكظوم واللا أمن والخوف المبالغ فيه من فقدان مركزه، ولو أنه ليس ثمة أي خطر إلى آخره. يضاف إلى هذا أن السيد سين يتجنب بأي ثمن أن يكون عدوانياً ما دام لا يجرؤ أبداً على المعارضة، فإذا ظهرت عدوانيته بصورة شعورية أو لا شعورية أحس بالذنب. ومن يقول إثمية يقول حاجة إلى القصاص، والحال أن القصاص لا يأتي أبداً من رئيسه الذي يحب الناس الذين يؤكدون ذاتهم، فعلى السيد سين إذن أن يجد قصاصه الخاص، وتلك هي عندئذ ضروب التعب المفاجئة والصداع وآلام المعدة.
وثمة في جميع هذه الآليات مقدار كبير من الطاقة مجمد، والواقع أن على السيد سين أن يصون واجهته أمام رئيسه، وعليه أن يكظم كل شيء وأن يبدو خلاف ما هو عليه. وأكرر أن جميع هذه الإسقاطات باهظة الثمن، أي بالطاقة. فماذا حدث عندما السيد سين احتاز الشعور بما كان يجري في لا شعوره؟ لقد أدرك السيد سين أنه كان يعزو بصورة لا شعورية إلى رئيسه دورا مبالغا فيه بكل الخوف والمواقف الخاطئة التي كانت تنجم عنه، وأدرك أن رئيسه في المكتب كان رجلا كغيره من الرجال الآخرين وليس غير. والسيد سين في هذه الفترة لم يكن قط بحاجة إلى أن يحتمي عصبيا، وبدلا من أن يكون كصبي صغير أمام أبيه أصبح ثاني موظفا راشدا أمام راشد آخر. وفي هذه الفترة تحول الوضع المتمثل في طفل أمام أبيه إلى الوضع المتمثل في راشد أمام راشد، وزال توتر الشخصية كلها، وتحرر جزء من الطاقة فعزز شخصية السيد سين الذي يجرؤ على معارضة رئيسه معارضة طبيعية، وحدث تحرر جديد للطاقة وتعزيز شديد للشخصية. وكانت الطاقة قد بدأت تنبعث من أعماق اللاشعور لتروي حياة السيد سين اليومية، شأنها شأن نبع متجمع تحت سطح الأرض يشق فجأة سطح حقل لا يزال حتى ذلك الحين جافاً متشققاً ضامراً، وعندئذ ينمو القمح. في أثناء الإسقاط كان رئيس المكتب يمثل السلطان المطلق والأب الذي يخصي ويجرد من الرجولة، الأب الذي كان عليه أن يخضع له خضوعاً كلياً. كان الرئيس مزوداً بسلطة فائقة الحد، وكان سيد سين يعده عدائياً وشديد الخطر، فالاتصالات مع الرئيس إذن كانت تسبب الحصر. كان الناس تجمعاً من الأفراد المعادين الذين لا بد من الاحتماء منهم، والذين كان السيد سين يشعر بينهم أنه معزول ومهدد وعدواني ومذعور ومنبوذ إلى آخره. كان السيد سين عاجزاً من جراء خوفه المعمم وعصابه عن أن يميز بين أصدقائه وأعدائه، وكان كل شخص بالنسبة إليه خطراً وعدواً بالقوة كان عليه أن يحتمي منه. كان السيد سين يدور حول نفسه وكأنه خضروف، وكان عاجزاً عن أن يحب أن يكون محبوباً. بعد الإسقاط أصبح رئيس المكتب مجدداً مجرد إنسان فان كغيره من الناس. أصبح الغير ثاني ما هو عليه، شيئاً ما يتصف بالحياد ولا يمكن الحكم حكماً مسبقاً على عواطفه، والغير ينظر إليه بصورة موضوعية لا من خلال الخوف الداخلي. أصبح الناس ثاني ما هم عليه، مزيجاً معقداً من الأفراد الذين تتصف أعمارهم العقلية بأنها مختلفة اختلافاً كبيراً، ويبدأ السيد سين أيضاً بأن يدرك كم يسقط كل منهم عواطفه على الآخرين، ويبدأ السيد سين بالتمييز تمييزاً واعياً بين أصدقائه وأعدائه. يبدأ السيد سين بامتلاك القدرة على أن يحب أن يكون محبوباً بسبب استئصال الخوف وازدياد الطاقة. الفانوس الصغير أصبح ثاني قنديلاً. يحس شخص مصاب بالعصاب أنه يعيش معزولاً ومستضعفاً في عالم مليء بالعمالقة، ويتصف هذا الشخص بأنه خاضع للخوف والدونية والإثمية، ويحس شخص مصاب بالعصاب أنه عاجز إن لم يكن يحس بقوة فائقة ليست غير تعويض عن العجز، والأمر نسيان. وقد بينت كيف أن الآخرين يبدون عندئذ معادين بصورة آلية، فالخوف يمكن إذن أن يتجلى بالجبن والعدوانية والكسل وإحساس بالإخفاق وبعمل عنيف من أجل الإفلات من الحصر إلى آخره. وعندما يتوقف الإسقاط يصبح العمالقة الذين كانوا يسكنون العالم ما هم عليه مجدداً، أناساً كغيرهم بمشكلاتهم الضيقة أو الواسعة وبمخاوفهم الصغيرة أو الكبيرة. وعندما تتوقف الإسقاطات ثمة هدوء وثقة تظهران بصورة آلية، وتبدأ وجهة النظر الداخلية في التبدل، وبالتالي أسلوب النظر إلى الخارج. ولنعود الآن إلى البحث عن الذكريات في أثناء التحليل. هل ثمة انتزاع لبعض الذكريات من اللاشعور؟ هل هناك وسيلة لمساعدة المريض على تذكر بعض الذكريات ذات الأهمية المطمورة في اللاشعور؟ وهل يمكن مساعدته على الغوص في دروب كبته أو في انطباعات منسية؟ ولنتذكر أن بعض الوقائع تتصف بأنها منسية جداً لأنها كانت مشحونة بالانفعالات إلى درجة لا يمكن احتمالها بصورة شعورية،
ويفهم المرء إذن أن من الصعوبة بمكان فتح الدرج النفسي الذي توجد فيه تحت صف ثلاثي من الأقفال. فالمريض الذي كبت كرهاً لأحد أبويه على سبيل المثال يجد كثيراً من الصعوبة في إخراج هذه العاطفة. ولنأخذ حالة امرأة أخفت طيلة أيام طفولتها كلها ومراهقتها عدوانية إزاء أمها بإظهار حب مبالغ فيه، وما كان ممكناً أن تظهر عدوانيتها ما دامت أمها كانت تمثل درباً من المقدس. والحال أن الحب الذي كانت تكابده تجاه أمها كان حباً مزيفاً، ومن المؤكد أن الحالة نفسها تظهر في أثناء التحليل، ويستطيع الشخص أن يذكر بعض المطاعن ضد أمه، ولكنه سيكون صعباً عليه جداً أن يفتح باب الخروج لما كان مكبوتاً طيلة سنين عديدة. فهل ثمة إمكان لجعله يفعل ذلك دون التعرض إلى أضرار قد تفسد التحليل ذاته؟ نعم بالتأكيد. هل يمكن التعجيل في العلاج؟ لا يمكن أن نقصر شيئاً في التحليل، إنه قانون مطلق. وقد قلت آنفاً إن كسر الأقفال يظهر مقاومات توقف المعالجة، وأمام تدخل سريع جداً فإن المريض يغلق الباب، وهذا أمر مسلم به. وإذا التوت شجرة خلال جزء من حياتها لتحتمي من الريح، فمن المؤكد أن المرء لا يمكنه تقويمها بضربة واحدة تحت طائلة تحطيمها على الفور، ولا يمكن بصورة مفاجئة إعطاء ثروة لإنسان إذا قضى 40 سنة من حياته كان فيها فقيراً جداً، فهو لن يعرف ماذا يفعل بها ويدخل في حالة من الذعر. وإذا وضعت في وضح النهار إنساناً عاش حياته في قعر مغارة، كان همه الأول أن يحجب عينيه أو أن يدخل المغارة مجدداً. كل هذه الأمثلة ليست سوى أمثلة نتمثلها بالصورة، ولكنها تبين على وجه الضبط ما قد يحدث لو أن محللاً عجل في العلاج، وقد سبق لي أن بينت ذلك في الفصل السابق. فكل بناء جديد للشخصية ينبغي أن يتم بالنضج، وكل شيء ينبغي أن يأتي في أوانه. وإذا كان المحلل يسبق مريضه بعدة أشهر فإنه لا يستطيع أن يقول شيئا عنه، لا لأن ذلك ممنوع عليه بل لأنه لا يجدي نفعا. حتى إذا كان بإمكان المريض أن يفهم بعقله وذكائه فإن ذلك لا يعني أنه يفهم بأحشائه أي وجدانيا. إن فهم أي شيء في التحليل النفسي يعني احتياز الشعور بهذا الشيء.